عملت مؤسسة مفتاح على إنجاز مؤشر التمييز في الجامعات تحت عنوان المشاركة السياسية للطالبات في الجامعات الفلسطينية والعوامل المؤثرة، وذلك بهدف قياس مواطن التمييز وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلبة في الجامعات الفلسطينية، تحديداً الإناث منهم، وذلك في الجامعة العربية الأمريكية في جنين وجامعة فلسطين في غزة. وجاءت أبرز النتائج كما يلي: 73% من المشاركين في الاستبيان أبدوا موافقتهم على توفير المساحة اللازمة للنساء للمشاركة في الحياة العامة. 79% يرون بأن مشاركة النساء تؤثر في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات من حيث الحصول على الخدمات. 81% يرون أن مشاركة النساء في الحياة العامة تعتمد على الشخصية القيادية والوعي الثقافي لدى الطالبات. و50% يرون أن البيئة الديمقراطية الداعمة لمشاركة النساء في انتخابات مجالس الطلبة متوفرة. 43% لا يرون أن مشاركة النساء في انتخابات مجالس الطلبة مبنية على الانتماء الحزبي. 48% فقط يرون أن الموقف الطلابي السائد في الجامعة يثق بقدرة النساء على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية. 84% يرون أن وصول النساء إلى مراكز قيادية داخل المجالس والأندية الطلابية يدل على قوة الشخصية للنساء والمهارات القيادية لهن. و82% يؤيدون رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة في الجامعة. 81% يؤيدون مشاركة النساء في الحياة العامة بناء على قناعتهم الشخصية. 82% يعتمد تأييدهم لمشاركة النساء على قدرتهم على التأثير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بناء على نتائج الدراسة، تقدم مفتاح التوصيات التالية: زيادة وعي الطلبة حول أهمية المشاركة السياسية في الحياة العامة داخل الجامعات وتشجيع الطالبات على ذلك. تطوير دليل تدريبي لإبراز صورة الطالبات كقياديات والتركيز على التجارب الناجحة وفتح قنوات الحوار مع شؤون الطلبة في الجامعات لتشجيع الطالبات على الانخراط في العمل الطلابي. تشكيل منتديات عبر مجالس الطلبة داخل الجامعات الفلسطينية لمناقشة القضايا والهموم والتحديات. إنشاء معهد للقيادات الطلابية داخل الجامعات لتعميق معرفة الطالبات بأسس العمل السياسي وأهميته والممارسة الديمقراطية. الضغط على الأحزاب السياسية لحثها على الالتزام بدعم تمثيل الطالبات بنسبة 30% في مجالس الطلبة والقوائم الانتخابية. مد جسور التواصل بين النساء في مستويات صناعة القرار داخل الأحزاب السياسية والطالبات.